طب مساكم بكل خير، حياكم الله. أنا جمال معيقل أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من مجلس شؤون الأسرة، إذا قام اليوم الخميس مجلس شؤون الأسرة في الرياض ورشة تعريفية للجان بشؤون الأسرة بالمناطق التي استهدفت تعريف لجان شؤون الأسرة بأدوارها ومهامها في تعزيز مكانة الأسرة السعودية وتمكينها وتشخيص واقعها الحالي. نتابع تفاصيل أكثر في تقرير الزميل محمد العرجاني. التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وسبل معالجتها، إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة، تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، هذا ما يهدف له مجلس شؤون الأسرة. يعد مجلس شؤون الأسرة كيانا مستقلا يرأسه وزير العمل، ويتكون من 16 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والاختصاصات ذات العلاقة، ويشكل المجلس ما يلزمه من لجان فنية وأمانة عامة ترتبط بالرئيس. كما يتبنى مجلس شؤون الأسرة تنمية الأسرة داخل المملكة والنهوض بها. فالمجلس سوف يعمل على وضع الاستراتيجيات الوطنية للأسرة بما فيها المرأة والطفولة والمسنين، والتي ستحدد بوصلة العمل التنموي الموجه للأسرة في كافة المناطق. وبالاتجاه المقابل نتطلع لأن يكون للجان الأسرة دور في المشاركة على مستوى المحافظات وبالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية لتحديد الاحتياج التنموي في كل منطقة وتلبية تلك الاحتياجات. ويسعى مجلس شؤون الأسرة إلى أن تكون الأسرة السعودية قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية. المجلس الحقيقة يعني يعمل في تحقيق أهدافه في مجالات عدة، على رأسها المجال التشريعي. المجلس سيكون له دور وسيكون له رأي في كافة التشريعات التي تتعلق بشؤون الأسرة. هذه اللجان ستعمل لتحديد ومعرفة هموم الأسرة في المنطقة، لتحديد الاحتياج التنموي ونقل تلك الاحتياجات إلى مجلس شؤون المنطقة لأخذها في الاعتبار في مشاريع التنموية في كل منطقة. ويمثل مجلس شؤون الأسرة المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، ممثلة بالمرأة والطفل وكبار السن. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة هلا التويجري، أمين عام مجلس شؤون الأسرة. مساء الخير دكتورة. مساء النور وشكرا لكم على هذا التقرير. الشكر لك وشكرا لتلبيتك الدعوة. دكتورة، اليوم لو نبغى نتحدث عن مجلس شؤون الأسرة، هل في تعريف واضح لمجلس شؤون الأسرة؟ ما هي أهداف هذا المجلس؟ مجلس شؤون الأسرة مجلس يعمل بشكل أفقي في الحكومة السعودية، في تمثيل من 10 وزارات، وفي الخبراء في مجالات المرأة وكبار السن والطفولة 6 خبراء، وهو مجلس وطني يرأسه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أهداف المجلس منصوص عليها في تنظيم المجلس، ولكن ممكن باختصار أن نلخصها في أنها إعداد استراتيجية للأسرة، إنشاء قاعدة بيانات للأسرة لكل المهتمين بقضايا الأسرة، كذلك توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو أهلية أو غير ربحية، وأيضا التأكد من قيام جميع الجهات بأدوارها فيما يتعلق بالأسرة، وأيضا تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة على كافة الدرجات، وإيجاد الحلول واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذلك التعليق على التقارير الدولية التي ترفع عن فئات الأسرة للمنظمات الدولية. هل هناك استراتيجيات دكتورة يعني مستقبلا ستعملون عليها أو في شيء واضح؟ بمعنى هل هناك مشكلات اليوم مجلس شؤون الأسرة يضع اليوم ويسلط الضوء عليها للعمل عليها مع هذه اللجان وإمارات المناطق والوزارات العشر؟ بالتأكيد
بداية مشروعنا الأكبر هو استراتيجية الأسرة السعودية، ومن أجل ذلك حرصنا على أن نبني الممكنات التي تساعدنا فعلا على صياغة هذه الاستراتيجية. وأحد أهم هذه الممكنات هو لجان الأسرة في المناطق، لأننا حين نتحدث عن استراتيجية للأسرة السعودية فلا بد لنا أن نتأكد أن الاستراتيجية هذه فعلا مناسبة للأسرة السعودية في كافة مناطق المملكة على كل اختلافاتها. فجاءت هذه اللجان الأسرة في المناطق كممكن لنا فعلا حتى نتلمس كل التحديات والفرص والاحتياج التنموي للأسر في كافة مناطق المملكة. كذلك من الممكنات اللي بنيناها في السنة الأولى من عمل المجلس هو الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لأن هذه يعني think tanks مهمة جدا، ممكن أن احنا نستفيد من هذه الطاقات الفكرية والمعرفية في كافة مناطق المملكة أيضا، حتى تمكننا من الخروج ببيانات ودراسات ومسوح فعلا تعكس واقع الأسرة السعودية، وتمكننا من أن نصيغ المبادرات والتوصيات والمشاريع اللي تخدم الأسرة فعلا بكافة مناطق المملكة. دكتورة، أنا بستدرك من كلامك، وهذا يمكن لفت انتباهي بالتقرير اللي تابعناه قبل شوي، الاحتياجات التنموية الأسرية، احنا أحد التحديات اللي كانت موجودة عندنا في فترة من الفترات يمكن عدم وجود قاعدة بيانات كافية اليوم لاتخاذ قرار من قبل صناع القرار. ما هي الاحتياجات التنموية اللي اليوم تطمحون في مجلس الأسرة أن تكون على رأس أولوياتكم لمساعدة صناع القرار في اتخاذ أي استراتيجيات مستقبلية؟ طبعا الاحتياج التنموي مصطلح كبير جدا ويغطي جوانب متعددة، لكن اللي أقدر أقول لك يا اليوم أن إحنا بصدد أننا نرصد فعلا هذا الاحتياج التنموي. هدفنا أن نرسم ملامح الأسرة السعودية، يعني نرسم ماذا نتوقع أن تصبح عليه الأسرة السعودية في المستقبل إذا إحنا فعلا لبينا كل هذه الاحتياجات التنموية. يعني كيف نرى الطفل السعودي في خطتنا؟ كيف نرى المرأة في خطتنا؟ ما هي الخدمات التي نتطلع لتقديمها لكبار السن؟ أيضا هناك نسب عالية من الطلاق نسمع عنها يوميا، التفكك الأسري، مشاكل أخرى مثل العنف، مثل المخدرات، هذه كلها من ضمن الاحتياجات اللي احنا لابد نرصدها، ولابد ندرك العوامل المختلفة اللي تأثر فيها، ولابد أيضا نعي أن النسب هذه تختلف من جهة إلى أخرى ومنطقة لأخرى. فعندما نتحدث عن يعني لجان تغطي كافة المناطق وتدرس لنا هذه المعايير وهذه الاحتياجات التنموية، فإن شاء الله أننا سنخرج بخطط يعني قابلة للتنفيذ أولا، وثانيا فعلا تصب في تلبية الاحتياج التنموي في كافة المناطق. دكتور، هلا سؤال الأخير لو طلت عليك. اليوم مفهوم الأسرة يمكن مفهوم شامل يختلف زي ما ذكرتي من منطقة الأخرى، وشلون راح توائمون بين الأسرة اللي تتوقعونها أو تتوقعون الوصول لها أو النموذج الأسرة اللي تتوقعون، والاختلافات اللي موجودة اليوم في الفهم حول مفهوم الأسرة في مناطق المملكة؟ يعني هو ما في اختلاف جذري في مفهوم الأسرة في مناطق المملكة. احنا نتكلم على روابط أسرية قوية متينة، نتكلم على فهم للأدوار والمسؤوليات، نتكلم أيضا على التفاعل مع المتغيرات، وإحنا دائما نحرص أن الأسرة تكون عامل فاعل في مواكبة التغيرات. يعني دائما نجد أنه البحوث الاجتماعية اللي تبحث في الأسرة ترصد تأثير المتغيرات على الأسرة، لكن حنا توجهنا أنه ننظر الأسرة كعامل فاعل في فعلا صناعة التغيير وفي صناعة المستقبل. فاللي نحاول ان ما اقول لك نرسم ملامح الاسره، اللي اقصد فيه الان احنا في عالم متغير يوميا، الوضع الاقتصادي قاعد يتغير، تاثير التكنولوجيا، ايضا رتم الحياه، طبعا هذا يختلف من منطقه لاخرى، ولكن هذه كلها عوامل تدريجيا قاعده تغير في الروابط الاسريه وفي القيم الاسريه. فاحنا نحاول ان نعزز وحسب ثوابتنا وحسب القيم الأساسية في ثقافتنا وديننا،
وايضا نواكب هذا مع التغير. فهي معادله رغم هي بالسهله، ولكن احنا متاكدين ان شاء الله سنصل اليها ان شاء الله. دكتوره هلا تويج الامين العام لمجلس شؤون الاسره، شكرا جزيلا لك، كانت معنا عبر الهاتف متحدثه عن الورشه التعريفيه التي عقدت للجان مجلس شؤون الاسره في عدد من مناطق المملكه. فاصل ونعود لملف هلا لهذه الليله، متضرر الصندوق العقاري، ابقوا معنا.